أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني، مستمرين مع كورس التأسيس، وإن شاء الله النهاردة إحنا في المستوى الثالث والمحاضرة الرابعة، وعنوان النهاردة معانا Let's go to the beach. هيا نذهب إلى الشاطئ. هيا نذهب إلى الشاطئ. تعال نشوف المعاني اللي معانا، وأول كلمة معانا هي كلمة beach. بيتش شاطئ، سي شور شاطئ البحر، سي بحر، أمبريلا شمسية، تيبل منضدة، بول كرة، سويم يعوم أو يسبح، سويمر سباح، سويمينج السباحة، ويفز أمواج، هاي عالي أو مرتفع، لو منخفض، sunrise الشروق، sunset الغروب، north الشمال، south الجنوب، east الشرق، west الغرب. وكمان معايا right يمين، left يسار. ولو قلت on the right يبقى على اليمين، و on the left على الشمال. turn يستدير او يلف، سايت موقع، تنت خيمة، أوشن محيط، ثرو يرمي، كيك يشوط، دايفر غطاس، ساند رم، روك صخرة، هيل تل، تيكت تذكرة، هاي تايد المد، لو تايد الجزر، sun bath حمام شمس، boat قارب أو مركب صغير، ship سفينة، net شبكة، fishing rod صنارة، dig يحفر، camp يعسكر أو معسكر، enjoy يستمتع، fisherman الصياد، go straight امشي على طول الطريق. لو حابب أقول لواحد امشي على طول في خط مستقيم فأقول له go straight. swimsuit المايو، island جزيرة. ودي كانت أهم الكلمات الموجودة في عنوان النهاردة let's go to the beach. هيا نذهب إلى الشاطئ. كلمة beach معناها شاطئ، كلمة beach معناها شاطئ. وفي قاعدة النهاردة بيقول how can we negative any sentence، إزاي ننفي أي جملة. طيب يا شباب، أنا عندي أي جملة بتتنفي بـ not أو بكلمة never. أي جملة عندي بتتنفي بكلمة not أو بكلمة never، فخلي بالي بقى، لو الجملة دي بتحتوي على فعل مساعد أنا بحط بعد منه not. يعني مثلا إيه؟ إيه الأفعال المساعدة الأول؟ verb to be و verb to do و verb to have. كويس، لو الجملة بتاعتي فيها فعلين زي مثلا أقول I was sleeping، أنا كنت نايم، فهنا هنفي إيه؟ هنفي was. طب أقول إيه مثلا I am a doctor، أنا هنفي إيه هنا؟ هنفي am. كويس جدا. كمان مع الأفعال الناقصة زي will would can could shall should may might must بحط بعد كل دول كلمة not. ليه؟ لان انا عندي قاعده بتقول لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد نط، لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد نط. تعال نشوف كده، ام تبقى امنت، واز تبقى ازنت، وار تبقى ارنت، واز تبقى وازنت، وير تبقى ويرنت، وكان تبقى كانت، وبالتالي كود تبقى كودنت، وشود تبقى شودنت، وماست يبقى mustn't. لو انا عندي جمله بتقول I am a student، انا طالب، انفيها ازاي؟ يبقى اقول I am not a student. انا هنا عملت ايه يا شباب؟ حطيت not بعد am، حطيت not بعد ايه؟ بعد am. طيب we can climb a tree،
كان فيها ازاي يا شباب؟ يبقى we can't climb a tree. ايه اللي حصل؟ حطيت not بعد كان فادتني can't. ده لو في فعل مساعد موجود قدامي. طب لو مفيش فعل مساعد يا شباب، لو مفيش فعل مساعد يبقى انا هجيب فعل مساعد من عندي. مثلا المساعد في المضارع هو do او does، وفي الماضي did، علشان كده لما اجي في المضارع يا اما انفي بdon't يا اما انفي بdoesn't، ولما اجي في الماضي بنفي بdidn't، بنفي بdidn't. تعال نشوف كده، doctors work in hospitals، يبقى doctors don't work in the hospital. طيب the boy plays in the street، the boy doesn't play in the street. I went to Alex، I didn't go. لاحظ بقى ايه؟ لما نفينا ب doesn't حذفنا الاس، ولما نفينا ب didn't رجعنا الفعل للمصدر، لان انا برضو عندي قاعده بتقول ايه؟ did او didn't هات المصدر، did او didn't هات المصدر. طيب تعالى ننفي الجملة دي، I visit، أقول I don't visit. وأكمل الجملة. طيب she study، she studies، يبقى she doesn't study. وأكمل الجملة، he played، he didn't play. كمل الجملة. طيب لاحظنا ايه يا شباب؟ تعال نشوف لاحظنا ايه. قلت هنا don't visit نفي مضارع، الفعل في اس فاقول doesn't study. طب وهنا الجملة في الماضي فاقول didn't play، يبقى did او didn't هات المصدر، ومع وجود does بحذف الاس من الفعل. طيب تعال نشوف بقى، انا عندي have في المضارع اهي، ازاي انفيها؟ اقول I don't have، يبقى نفي have don't have. الكلام ده فين؟ في المضارع البسيط. طب ونفي has doesn't have، خلي بالك doesn't ايه have. طب ونفي had didn't have، didn't ايه didn't have، لانه هنا بيعتبره فعل اساسي، بيعتبره ايه فعل اساسي. اما لو كان مساعد زي مثلا في زمن المضارع التام اللي بيتكون من have وhas والتصريف الثالث للفعل، ففي الحاله دي بنفي بnot، haven't و hasn't و hadn't. تمام؟ تمام. بس قبل ما نقول تمام تعالى ناخد مثال. أقول I haven't eaten، أنا ما أكلتش. قلت إيه هنا؟ haven't، دي جملة منفية في زمن الإيه؟ المضارع التام. أو she hadn't come، هي ما جاتش، يبقى hadn't come. وفي موقف النهارده معانا الاتجاهات، لو انت عايز تروح مكان معين فعايز تسال عن حاجه معينه فبتقول where is، اين يكون، او تقول could you tell me where is، او تقول I am looking for، انا ابحث عن. وقبل ده كله يا ريت تقول اكسكيوز مي، معذرة او عذرا او عفوا. طب انا لو حابب اوصف لك بقى الطريق اقول لك جو ستريت، امشي على طول الطريق، تيرن رايت استدر يمينا، تيرن ليفت استدر يسارا، او اقول لك اون ذا رايت على اليمين، او اقول لك اون ذا ليفت على اليسار. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.